كان فيلم كما قلت صورناه مع ممثلين غير محترفين، 6 سيمانات ديال التصوير بالليل مدينة الدار البيضاء، لقينا بزاف ديال الصعوبات، كنا تنخليو بزاف الحرية للممثلين، دونك مرة ما سيتي كان عمل صعب. وحتى في المونتاج ديال الفيلم خصنا نلقاو ليكيليبر ما بين لي ديفيرونت زاسبي ديال الفيلم. ودونك صيفطناه في ميراجان، كان الفيلم مازال ما كان سالا، كنا باقيين في لابوست برودكسيون، هنا علمونا بان غنشاركوا في ذاك في الميراجان زعما في مسابقة ان سارتان ريغار. دونك كانت واحد المفاجأة، ولكن كانت ايضا واحد الفرحة اللي خلاتنا نكملوا ذاك الفيلم. انا درت افلام قصيرة قبل في مدينة الدار البيضاء مع ممثلين غير محترفين، ولقيت واحد طريقه العمل معاهم اللي بالنسبه ليا تقدر توصل لواحد الحقيقه، واحد لوثنتيسيتي اللي ما نظنش تقدر توصلها مع ممثل محترف، خصوصا في المغرب ما عندناش بحال في الولايات المتحده ولا فرنسا مئات من الممثلين. دونك طريقه العمل انا جربتها من قبل، وبالنسبه ليا هي اللي كانت غتخليني نوصل لهذه النتيجه هذه. عنده علاقة مع فيلم دراري، لأن فيلم دراري كان فيلم ديال التخريج ديالي من مدرسة سينمائية أيضا في مدينة الدار البيضاء مع جوج ديال الممثلين غير محترفين اللي كانت أيضا التجربة ديالهم الأولى في السينما. ومن بعد دراري درت واحد فيلم قصير أخر سميتو مول الكلب، ولونيفير ديال مول الكلب حتى هو اللي كان قريب من هذا الفيلم عصابات، كان أيضا فيلم تيدوز في ليلة واحدة في مدينة الدار البيضاء، وبالنسبة لي كانت لا كونتينيتي ديال هذا الفيلم قصير مول الكلب هو هذا الفيلم هذا عصابات. بالنسبه لي انا تجربه زوينه، يعني اول تجربه ليا، يعني ليا تجربه زوينه، والسي كمال هو اللي عطانا يعني عطانا واحد الحريه، يعني غنلعبوا التجربه وحنا حريه يعني مطلوق. كاسينغ دوز كاسينغ واختارني السي كمال اللي باش تدوز ان شاء الله معنا الفيلم، وتلاقيت مع السي عبد اللطيف وتفاهمت انا وياه ودوزنا هذا الفيلم هذا، وكنا مفاهمين نعيشوها بزاف هذه الحياه هذه، يعني لا شي حاجه ديال الطمع تقدر تمشي لشي حاجه اللي ما يعني اللي يديك الهاويه. ما كانش عندي كاع شي فكره باش ندير الفيلم، ولا كنت معمر راسي كاع باش ندير الفيلم. هذا الفيلم جاني صدفه، صاحبي كيريح معايا كيجي كتكون عنده شي مشكل شي حاجه كيجي كيعاود ليه كيعاود عليا كنفك له ذاك المشكل كنوريه كيفاش فك. هاد النهار السي كمال والسي محمد عيطوا ليه، كان دار شي سكان وعيطوا ليه باش يجي يمثل معاهم، وملي مشى عندهم قال لهم دير عندي، قالوا له ها كيفاش تمثل، بغيناك تمثل واحد الفيلم مع واحد السيد تكون انت هو الابن ديالو هادي. قال لهم انا ما نقدرش نمثل مع حتى شي واحد من غير لا كاين واحد السيد صاحبي تجيبو يمثل معاه، ويجيبو من عندي. جابني السي كمال جا عندي قال لي بغيتك دير معايا واحد الفيلم، قلت له ماشي مشكل نديرو معاك. عطاني القصه وقال لي القصه، انا القصه فهمتها ودرت العمل ديالي. الفيلم شويه دوزناه بالليل ومن 6 العشيه ل 6 الصباح، ما لقيتش صعوبه الحمد لله. انا السي كمال كيعطيني الحوار، كيعطيني القصه، كيعطيني النقطه كيفاش ندير، والحوار كيقول لي شي كلمه دخلها في القصة، وانا كندخل لك كلمه وكنكمل انا من عندي، والحمد لله دار داك الشيء زوين.